ودي برضو تعكس حاجة تانية. اللي اتكلم أولا الكابتن الخطيب، يعني الكلمة احترام من نادي الزمالك لضيوفه الكبار مجلس إدارة النادي الأهلي، أعطيت الكلمة الأولى للكابتن محمود يعني الخطيب. يعني بروتوكوليا إن المضيف بيستقبل ويعبر ويتكلم ويقدم الضيف، لكن الحقيقة أنت في بيت، أنت صاحب بيت. بقول لكم كمية من المعاني والقيم والمشاعر الطيبة اللي بين الحضور لازم يتبني عليها، لازم يتبني عليها. وأي حد مش هيكون حريص على هذا البناء على ما تم، لا مش صح أبدا، لأن دي زيارة لإنقاذ تلك التي نسيناها. كل القيم الرياضية والروح الرياضية وعلاقات الاحترام والمودة والتاريخ، احنا نستعرض لكم لقطات كتيرة في زيارات تاريخية مناسبة أو سابقة، بس الأول نستمع لكلمة الكابتن محمود الخطيب التي ألقاها في مستهل هذه الزيارة. التاريخ حاجة لنادين قبل أكثر من 100 سنة فاتت. العلاقة من وجهة نظري بتمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية، مش بس كرة القدم، كل الحاجات. وجود مجلس إدارة النادي الأهلي النهارده في مقر النادي الزمالك، ما هو إلا حلقة من الحركات اللي بدأتها عظيمة سبقتنا كلنا وساهمت في بناء العلاقة دي وحافظت عليها على مدار السنوات اللي فاتت. يعني ايه مشروعية النهارده كان أساتذتنا وأخبارنا أجيالنا العظيمة اللي فاتت بدون ذكر أسماء وابتدت علاقة طيبة إيمانا منهم إن دي هي الرياضة المصرية. الأهلي والزمالك كوباية الرياضة المصرية، مش هما بس، كتير من كل الأندية المصرية المشاركة معانا في كل المسابقات. التاريخ الرياضي شاهد على مواقف كتيرة جدا، مواقف كتيرة جدا بين الأهلي والزمالك في خدمة الرياضة المصرية. الكلام ده يا جماعة حصل على مر كل الأجيال. أنا متعاطف علينا، إحنا جيل عالي، الأجيال دي الصفقة كلها، مفيش احترام متبادل. لازم الناس تعرف، إحنا بنلعب رياضة، وبنتنافس منافسة شريفة، وده شيء طبيعي، وكل نادي من حقه المشروع إنه يحاول يكسب، لكن المكسب يا جماعة الحقيقي المكسب هي ان احنا الاول لازم ندور على مصالح بلدنا مصرنا الحبيبه يعني، ولازم التعصب ده احنا لدينا ان احنا اللي صورنا او قررنا ازاي التعصب ده ليها، ولازم نحافظ على الروح الطيبه بين جماهير الكره المصريه وخاصه طبعا جماهير الاهلي والزمالك. من هنا بقى أنا بدعو جماهير الأهلي وجماهير الزمالك وكل الجماهير المصرية والإعلام الرياضي وكل الصحفيين كل الجماهير والإعلام الرياضي، يا جماعة لازم نخلي مصالح مصر هي في وشنيات قدامنا وأهم كل شيء. كلنا عارفين إن بلدنا تخوض تحديات كبيرة بقالها فترة وما زالت، بلدنا محتاجة تكاتف كل الكيانات الكبيرة زي الأهلي والزمالك وكل المؤسسات الوطنية سواء كانت رياضية أو غير رياضية، لازم كلها تكون إيد واحدة ومشيت في خط واحد، دي مصلحة بلدنا وكلنا ثقة في الدولة وقيادتها طبعا على صالح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مرة ثانية بشكر مجلس إدارة نادي الزمالك على الدعوة الكريمة وبنشكره على الاستقبال وبنهنيه على استقبال الجمعية العمومية وبندعوه إن شاء
الله أول زيارة للنادي الأهلي دلوقت يعني يكون متفق عليه. مش عايز كمان أنسى الحقيقة شكر كل الإخوان الإعلاميين والصحفيين اللي جابوا معانا النهارده. في النهاية بشكر حضراتكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنا هقول لكم على مشهد يعني ربما بعضكم خد باله منه من غير ما يوصل انه يسقط عليه بعض المعاني. من اول قبل ما اخش في الكلمه الرائعه اللي قالها كابتن خطيب، العصاير مقدمه، فراوله حمراء وجوافه بيضة وكوكتيل يمتزج فيه الفراوله مع البتاع عشان تعمل نكهه لذيذه، حاجه جميله. قد تكون مقصودة قد لا تكون، وفي كل الأحوال هي لقطة رائعة ذات معنى.